وصدقت التوقعات، مصر وقطر في نهائي كاس العرب بس على المركز الثالث والرابع. الكسفة اللي انت فيها يا حازم. قبل ما نبدأ كلمة حق لازم نقولها، كل اللعيبة عملوا اللي عليهم وما ظنش ان في لاعب كان مقصر، ويبقى من العيب قوي وعدم الفهم اننا نحمل اي لاعب خسارة الماتش لمجرد انتماء اعمى للأندية. المنتخب محتاج مننا الدعم علشان الطريق لسه طويل. مباراة نص النهائي لكاس العرب بين مصر وتونس نقدر نقول عليها ماتش اكتشاف المواهب، بس بصراحة مواهب ملهاش علاقة بالكرة خالص. يا مصطفى يا مصطفى ماذا ضيعت يا مصطفى، ضيعت فرصة لا تعوض. بعد كمية التفاؤل اللي سيطرت على المصريين، فوز ورا التاني والوصول لنص النهائي وسقف التوقعات اللي شرخ عنان السماء، واللي حمل المنتخب مسؤولية كبيرة قوي وبقى مطالب من المدرب واللعيبة ان هم يكسبوا البطولة، يا ما فيهاش كلام. يعني هتشوفك الا ان كيروش مدرب المنتخب قرر يعند ويعمل اللي في دماغه، وان محدش هيفكر ويحط الخطة هنا غيري. منتخب مصر بيدخل المباراة بقايمة كاملة باستثناء ايمن اشرف المصاب، ولكن كيروش قرر يبدأ الماتش بالتشكيلة دي: محمد الشناوي، احمد ابو الفتوح، محمود الونش، احمد حجازي، اكرم توفيق، عمرو السولية، حمدي فتحي، افشة، حسين فيصل، احمد سيد زيزو، وفي الهجوم مروان حمدي. بداية تقلقك شوية وما تطمنكش، اي نعم الشوط سلبي من الفرقتين لكن الاستحواذ اكتر لمنتخب تونس. معظم هجمات تونس كانت من الجانب اليمين عندهم، واللي كان بيقودها شاب كده صغير وقوي مميز اسمه حنبع، لحاجة كده يعني حاجة جامدة. بس بيقرر بقى بعد الماتش انه يعمل لقطة يعني بعد ما كسبه، فقام قايل تصريح انه نفسه يقابل مصر في ماتش التأهل لكاس العالم. ابو تقل دم امه حبوش الواد ده، وبالنسبة لنا احنا خلاص شفرناك للأبد. بتفضل تونس ماسكه الكوره وعندها ثقه كبيره في نفسها. نص الملعب عندنا كان بيعاني قوي، مفيش اي ربط نهائي بين الثلاثه حمدي فتحي والسوليه وقفشه. احمد فتوح بيقدم افضل اداء للباك الشمال، سواء دفاعي في التغطيه والدخول على الخصم او هجومي في الانطلاقات والعرضيات. بصوا يا جماعه، فتوح حجز لنفسه مكان اساسي في المنتخب بجهده وعرقه. فين وفين بعد نص ساعه بتشوط كره على تونس لو يعني انا موجود اهو، واللي بيشوطها حجازي اخر واحد عندك في الدفاع. هجمات مصر تقريبا كلها اجتهادات شخصية ودعاء الوالدين. بصوا بغض النظر عن ان قفشة اتأخر قوي سواء في الشوط او في الباص، او حتى ان الكرة تسلل واللي بعد كده طلعت مش تسلل، انت بتعمل ايه يا مروان؟ ايات النبي محمد طلعت بالجلطة. بيخلص الشوط الاول وتونس متفوقه في كل حاجه حرفيا، استحواذ، باصات، شوطات، ركنيات، حاجه تكسف والله. انت فاجئتني بالموضوع ده. الشوط الثاني بيبدا وكيروش قرر يفكر خارج الدنيا مش خارج الصندوق، وبيعمل تبديل بنزول محمد شريف. الكل بصراحه فرح قوي يعني، بس طلع قفشه. وهنا بقى تركيبة المنتخب اختلفت خالص. قول زيزو بينزل نص الملعب مكان قفشة، محمد شريف يلعب وينج يمين مكان زيزو، ويفضل مروان حمدي في الهجوم زي ما هو. الدقيقة 58 كده الحكم بيحس بفراغ، يقول لك ازاي ده؟ اما احسب ضربة جزاء على مصر. اعتراضات بقى من هنا ومن هنا، الحكم بيروح للفار عشان يتأكد وبيرجع يلغي ضربة الجزاء، هو كده حس يعني انه اضاف سسبنس للماتش. ربنا بيكرمك وتجيلك كرة خطيرة قوي بالصدفة نعم، بس وماله؟ وشكلنا كده هنجيب جون ولا ايه؟ شكلنا هنعملها؟ بيضربوا لخمة كده ويبوظوا الهجمة وبيصطادوا عصافير في السماء. هجمات من الفرقتين كنوع من تقضية الواجب يعني وخلاص، الشوط قرب ينتهي وهنروح للأشواط الإضافية، ولكن حصل اللي محدش كان يتوقعه. انا جيت مصطفى فتحي بيعمل فاول من منطقه خطيره جدا قدام منطقه الجزاء، وخلاص كان اخر كوره والحكم يصفر بعدها. يشاء القدر ان الكوره تترفع ويحاول السوليه يبعدها فتدخل جون فيدا، لدرجه ان مدرب تونس نفسه ما كانش مصدق اصلا ان هي دخلت الجون. الماتش الجاي مصر هتواجه قطر لتحديد المركز الثالث والرابع، الماتش الساعه 12 الظهر. لو هتسالني بقى هتصحى بدري تتفرج على الماتش ولا لا، هقول لك اعمل يا جدع لايك اقرا لي قول لي الله ينور ومي كده بتقدرني. دوس لايك واعمل اشتراك في القناة، ولو على الفيسبوك وانستجرام لايكك وشير، وروق على اخوك. سلام.